اعترفت 3 من كبريات شركات الطيران في العالم بأن بعض طائراتها تحتوي على كاميرات مراقبة مركبة في مقاعدها. وأوضحت الشركات الثلاث وهي أمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز وطيران سنغافورة أن بعض طائراتها مزودة بمقاعد تحتوي على كاميرات مضمنة في نظام الترفيه الموجود خلف مقاعد الركاب بحسب صحيفة إندبندنت البريطانية، والتي أشارت أيضا إلى أن مثل هذه المقاعد التجسسية ربما تكون موجودة في طائرات تابعة لشركات أخرى.